وسط الملعب ابراهيم صلاح يسلم المنوفي عايز يعمل انطلاقه عمل هات وخطوه دي اللمسه جول 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 اخيرا اخيرا عمرو المنوفي يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام بعد لعبه هات وخد وخد وهات بيتقدم عمرو المنوفي ويفتتح التسجيل ويضع الهدف الاول واللقطه المضيئه الاولى في احداث هذا اللقاء علشان الشعله المضيئه تنير ملعب بيتروسبورغ. تبص شوف الحكايه بص شوف الروايه يا ولد يا ولد يا ولد بمنتهى الدقه والجمال بعد لمسه هات وخد وحسام باولو للمنوفي بيحط المنوفي لمسة ولدغة أولى مشاهدينا علشان سموحة تتقدم بهدف مقابل لا شيء واحد لا شيء لمصلحة سموحة عن طريق عمرو المنوفي اللي تعادل وسموحة من أجل إبقاء هدف الدقيقة 33 وهدي جول 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 حمادة طلبة حمادة طلبة من المجهول من المجهول ومن كرة بساطة على القائم الثاني ولمسة راسية بيفتتح بيها التسجيل الفارس الأبيض حمادة طلبة من الظل إلى النور بص شوف مصطفى فتحي والكرة الأسيست وآدي حمادة طلبة في مكان ولا في الأحلام بلمسة راسية ينجح فيما فشل فيه النجوم حمادة طلبة بالاجتهاد بيضع هدف ثمين جدا جدا للفارس الابيض في الدقيقة 90 علشان يبقي حظوظ الفارس الابيض.